هاي جايز، مبسوطة انكم على الفلوج تبعي. يلا ليه طلعت هيدا؟ انا ما في اعمل شي صح. شو الي عازة؟ انا بكره حياتي. خلال فترة البلوغ بيمرق الشخص بكتير من التغييرات الجسدية والعاطفية، وكتير منها ناتجة عن مواد كيميائية جديدة بالجسم اسمها الهرمونات. الهرمونات مواد كيميائية خاصة ببلش الجسم ينتج كتير منها خلال فترة البلوغ، بتخبر الجسم انه لازم ينمى ويتغير. يمكن الهرمونات تخلي مزاجك يتقلب، وأوقات بلا سبب يمكن تحس بسعادة كبيرة وفجأة تحس بالغضب أو بالحزن. ما تعطى الهم وهونها على حالك، طبيعي تحس بهالطريقة بفترة البلوغ. إذا كنت عم تحس بحزن قوي أو تعب كتير أو قلق مفرط أو إرهاق أو يأس أو ذنب أو عجز لفترة طويلة لأسبوع أو أسبوعين، يمكن تكون هيدي علامات إنك مكتئب. الشعور بالاكتئاب منو شي محرج، ممكن أي شخص وبأي وقت يحس بالاكتئاب بغض النظر أنت مين أو كيف شكلك أو إذا صبي أو بنت أو وين عايش. حتى الأغنياء والمشاهير والناس الناجحين ممكن يحسوا بالاكتئاب. إذا كنت بتعتقد أنك مكتئب، فأفضل شي تعمله أنك تحكي مع حدا قادر يساعدك. هيدا الشخص ممكن يكون حدا من أهلك، استاذك، الكوتش، دكتور، ممرضة أو معالج نفسي. بس تذكر أنك منك لوحدك. بشكركن لأنو حضرتو هالفيديو. ما تنسوا تشوفوا باقي الفيديوهات وتتواصلوا مع جمعية سلامة عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى amaze.org. باي.